حتى امهاتنا كانت عندما يبحثون عن الناس في وقت الظهيره يعرفون وصف نسواجه، يجي على القنطره تقول مش يرجع البيت. بمحلتنا الناس الطيبي وحكايات الوان اشكال، وبكل بيت وعوجي وشارع اكو ذكرى. اهلا وسهلا بكم وميت مرحبا، وبرنامج محلتنا وحاخذكم اليوم بجولة جديدة بأحد محيلين مدينة الموصل وأيضا من الشوارع القديمة في مدينتنا، وراح ياخذنا ويستضيفنا أحد أبناء هذه المنطقة. وهذه المنطقة إيش اسمها؟ اسمها شهر سوق، وإحنا واقفين ضبط يم جامع عمر الأسود اللي قبل كان يسمونه جامع شهر سوق. هاي المنطقة شهر سوق تقع وسب شارع الفاروق، من شماله محلة الساعة أو كنيسة الساعة، ومن الجنوب محلة باب جديد، ومن الشرق اللي خلفي حاليا هي السرشخانة، وأمامي محلة باب البيض. هسا أنا واقف مقابل حمام عبيدغه، يعني هسه صايره بطاغي، وجاي حقيقه نتمشى ونغشع ضيفنا العزيز اللي هو استضافنا اليوم، الاستاذ بيات محمد مرعي. يا اهلا وسهلا. الفنان بيات محمد حسين مرعي من مواليد الموصل عام 1963، مخرج مسرحي وكاتب، درس في مدرسه الخزرجيه البنين وايضا متوسطه الوثبه، ثم التحق بمعهد الفنون الجميله، خريج معهد الفنون الجميلة قسم الفنون المسرحية فرع الإخراج المسرحي العام 1984، خريج أكاديمية الفنون الجميلة قسم الفنون المسرحية فرع التمثيل جامعة بغداد العام 1990. بعد تخرجه عاد إلى مدينته الموصل وشغل العديد من المناصب الإدارية، نذكر منها مدير النشاط المدرسي في تربية نينوى، مدرس التربية الفنية كلية التربية المفتوحة، وأيضا مدرس مادة الإخراج المسرحي معهد الفنون الجميلة نينوى في العام 1994 إلى العام 1998، مدير المدرسة العراقية في بلغاريا في مدينة صوفيا، رئيس تحرير جريدة الملتقى، عضو مؤسس لمجلد شرفات الأدبية، صاحب الامتياز ورئيس تحرير مجلة علامات الأدبية، ناشر في العديد من الصحف والمجلات والدوريات العراقية والعربية. إلى جانب ذلك تميز في التصميم، وبخاصة تصميم للأغلفة أو الكتب، حيث صمم العشرات منها لكتاب وأدباء عراقيين وعرب، كما فاز تصميمه لشعار مؤتمر القمة العربية في بغداد، ومن إصداراته الأدبية الخيول الجريفونية، مجموعة قصصية، طعنة برد، رواية، هذيانات، ويضم مجموعة من مسرحيات منها الجان والمجنون، خيط من تراب، الضباب، يقظ، هذيانات معطف، حلم الفناجس، القضية، وقصص ممسرحة ما أترفته الرفوف، ورواية زقاق الجمجم. وقد ترجم بعض من هذه المسرحيات إلى عدة لغات، وتم تقديم أغلبها ولأكثر من مرة على مسارح داخل وخارج العراق، كما فازت مسرحية الرقم السري بالجائزة الثانية في مسابقة الشاعر أحمد باكثير، وفازت مسرحيته الشوط السابع على أفضل عمل مسرحي مبدع في مهرجان مسرح بلا إنتاج، والذي استضافته مدينة الإسكندرية في مصر عام 2019، يحتل المسرح كتابة وإخراج، وله مساحة كبيرة في النشاط الإبداعي في محافظة نينوى. يا أهلا ضيفنا العزيز، كلنا طبعا كلنا. أنت من أهل هذه المنطقة، وهذه المنطقة منطقة عريقة. نعم. وكل مناطق الموصل ومحيليها لها تسميات، يعني نعم. سمت إما نعم. من حدث معين نعم. أو شخصية معينة. نعم. فنحن اليوم بمحلة شهر سوق. نعم. أحكي لي شهر سوق، من أين جاءت هذه التسمية؟ والله يعني الوارد التاريخي اللي وصلنا بأنه هي ما شهر سوق. نعم. هي جهار سوق. نعم جهار سوق. نعم. وجهار سوق معناه بأنه الأسواق الأربعة. الأسواق الأربعة. نعم. هذه المنطقة الحقيقة تشتهر بكثير وبها صفات كثيرة. نعم. أولاً تشعب الأفرع ماله، يعني نعم. العوجات ايه والأزقة ماله ايه ايه. متشعبة جدا، وكل فرع الذي ربما لا يتجاوز 10 متر أو 20 متر هو مسمى باسم. باسم. نعم. باسم معين. نعم. نعم.
مثلا على سبيل المثال تلقي هون مثلا تحت الدار، تلقي الشيخ محمد، تلقي سبع بليلية، تلقي كثيره هي الاسماء. هاي كلها تابعه لشهر سوق؟ نعم كلها كلها. بابا كنت اتوقع يعني لا 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 انا وغيره كان. لا هذه كلها مثلا نعم. باب عراق كلها هاي تابعه لشهر سوق. هم يسمونه باب العراق. اي هو بس باللغه اللهجه الموصليه تكون باب عراق. نعم كلها بتنضم هي تجي جزء من شارع الفاروق. نعم راح نجي نسال ليش شارع الفاروق؟ نعم الشارع الفاروق هو تيمنا بالخليفه الراشدي. نعم. عمر بن الخطاب الفاروق. نعم. وسمي عام 1933 كان خير الدين العمري ايضا هو رجل الفاروق مدير بلديه كان مدير بلديه. نعم. فسمي هذا الشارع بهذا الاسم بهذا الاسم. نعم. جماعه كان يسمونه شارع القنيطر. نعم لانه متعدد يعني كثيره هي عدد كبير من. نعم. القناطر في هذه. نعم. المنطقه. صح. يعني هسه انت ايضا شارع الدنق هذا شبيه اذا تلاحظوا شبيه مثل شارع الرشيد في بغداد. نعم كله دنق كله دنق لانه كان يعني اسلوب البناء. نعم. في ذلك الوقت يعني القديم الخمسينات او الستينات يحاولون قدر الامكان الاستفاده من الرصيف الموجود. على الشارع موجود. نعم حتى لا يتجاوزون على الرصيف فيشيدون هذه الاعمده. نروح نغشع هون قنطغه. ايه؟ مع العبيده غنمشي نغشع. يلا ماكو شيء. هاي القنطغه سموها قنطغه عبيده. انا من خلال هاي القنطغه وهاي المحليل اريد تحكي لي الطفوله مالتكم اشون كانت اشون كنتم تلعبون. يعني هاي الجدران الحلوه الجميله اللي كانت تحوي ناس طيبين. نعم. فاحكي لي موضوع هاي المحليل. استاذ فخري هذه منطقه حقيقه كل شبر في اي حائط او اي جدار له ذكرى معنا. يعني كل وكل بدها ما اظل. نعم. اكيد اكيد. نعم. وصدقني انا في كثير انا الان اسكن في الجانب الايسر. نعم. عندما احس بضيق في صدري. نعم. اجي الى هذه المناطق. أيه. لكي استرجع. أكيد. ترتاح استرجع. نعم. نعم استرجع. نعم. ذكرياتي وطفولتي. ولهذا نلاحظ طبعا في هذه المنطقه كما قلت لك كل زاويه لها ذكرى بها. هنا لعبنا. نعم. اشكال والوان العاب الطفوله. كل شيء مساحه. نعم. واسعه للعب. اضافه الى هذا. نعم. اكو امتياز في هذه المنطقه. نعم. هذه القناطر خاصه في الاجواء الصيفيه. أيه. تكون نوع بها شيء من البروده. بروده صح. فكنا نهرب من الحراره ونهرب من الصيف. نعم. ونلتجئ الى هذه القناطر وتدور حكايات يقول لك يسموها الفي ماله ثخين. نعم يعني بيغد كثير. طبعا بيغد طبعا. ولهذا شوف هاي القناطر يعني لها ذكريات كثيره معنا. اضافه الى هذا بانه حتى امهاتنا كانت عندما يبحثون عننا في وقت الظهيره يعرفون وصف نتواجه. يجي على القنطره تقول مش يرجع البيت. قبل ما كنتم تخافون من القنطره؟ لا نخاف فيها احتمال نخاف بالليل. بالليل لان تكون معتمه دائما. نعم. في اكثر العالم رغم انه كثير من البيوت كانوا يعلقون قلوب او يخلون مثلا فشي بالليل. نعم. ولكن القنطره هي بالعكس هي مكان امان. نعم. تحجب عننا الامطار بالشتي بالصيف تكون بارده نقعد بها ونسولف. نعم. وكثير من واكو قناطر يعني هذه المنطقه يعني عشرات القناطر بها ولكل قنطره حكايه ولكل قنطره اسم واسم. نعم. من وحتى اسم البنا اللي بناها القنطره حلوه. اضافه الى هذا اضافه الى اذا تلاحظ في كل قنطره اكو غرفه فوق القنطره. نعم. هذه الغرفه لها يعني امتياز خاص. صح. عن باقي الشغل هي نوع من التوازن بالتصميم تصميم البناء. نعم. عصوريشة. اضافه الى هذا هي اللي ماسكه هذا البيت عن هذا البيت. صح. ايه. بشكل فهي علاقات يعني شوف حتى يعني هذه الصوره المعماريه تدللك حتى على العلاقات الانسانيه اللي موجوده بين الناس. خلينا نمشي. نعم. نمشي عندنا كم قنطره طريقنا. نعم أستاذ بياتة يعني قلت إن هاي القنطرة اسم بيت الحلبي يعني. نعم. هي قنطرة الحلبي هم يسموها هذه القنطرة. نعم. قنطرة بيت الحلبي. نعم. بالمناسبة مثلا يعني هي هاي المنطقة مملوءة بالقامات. نعم. والشخصيات. هو أنا أريد أسألك يعني. نعم. أكيد يعني هاي المناطق. نعم. القديمة مدينة الموصل. نعم. طبعا خرجت كثير من القامات والشخصيات. أكيد. المهمة مدينة الموصل وتركوا أثر أيضا على مستوى الوطن العربي. طبعا تتحدثني على هاي الأسماء وذكر لي. نعم. يعني واحد من هذا البيوت هذا بيت الدكتور مجيد البياتي. نعم. هذا الرجل كان خريج فلسفة. نعم. عنده دكتوراه بالفلسفة والان هو توفى الى رحمه الله بس اخر فتره من حياته قضاها بالسويد. نعم. يعني هذا ابسط مثال. نعم. هذا واحد. هاي جت صدفه هاي بالصدفه يعني. نعم. اتصور شلون. هذا مثلا بيت الاخ عبد الخالق ابو ياسر زين. يعني من بيت اسماعيل الحجار المعروفين. نعم. الناس هذول. نعم. ناس. نعم. يعني لهم حتى تاريخ على مستوى السياسه يعني. نعم. واكثريتهم هم قسم منهم رياضيين. نعم. وسياسيين.
هذه الحقيقة المنطقة خرجت كثير من الأسماء. مثلا من الشعراء على سبيل المثال وليس الحصر، الأستاذ معاذ مجبول الله يرحمه. الله يرحمه. الأستاذ أمجد محمد سعيد الله يرحمه. نعم. كثيرة حقيقة هي الأسماء يعني. عبد الله إسماعيل. نعم الشاعر الكبير. نعم. عبد الله إسماعيل. أكرم حبيب. أكرم حبيب. خالد محمد علي. عمر يونس. عمر يونس. نعم. كثيرة هي هاي الأسماء. هذول تابعين إلى شهر سوق. كل هذه نعم. شهر سوق. يعني حتى إذا ما كانت في شهر سوق في المنطقة المجاورة لشهر سوق قريبة جدا. نعم. الملاصقة لها. صح. ولهذا هي كما قلت لك يعني هي منطقة مزدحمة بالأسماء، رياضيين وسياسيين ومؤرخين وفنانين وأدباء كلها من هذه يعني المناطق. يعني هي الحقيقة هي هذه الموصل القديمة. هي الموصل القديمة. هي الموصل القديمة. هي طبعا نحن من خلال وجودك معنا وتحدثت لنا عن هذه المنطقة طبعا أشكرك لأيضا مساعدتك لنا وأيضا دعوتك لنا وجينا استقبلتنا استقبال جميل إن شاء الله. الله. طبعا طلعتنا معلومات قيمة عن منطقة شهر سوق أو شهر سوق مثل ما يسموها أو أكو نغم جارقان. نعم. نفسي بالمناسبة أيضا يعني من القامات الأسماء المهمة. نعم. أيضا يعني ملا عثمان الموصلي. نعم. إسماعيل الفحام، الوالد محمد حسين مرعي. هاي هاي كل هذه بهذه المناطق كان المفروض انت كنت تقول. انا قلت بدي اذكرك سيد اسماعيل الحمد لله انت ذكرته. هي. وايضا فعلا ملا عثمان. نعم. من هذه المنطقه يمكن اعتقد لي جوا. نعم. جوا بيتكم بالضبط يعني. لا هو منهج يعني اللي باتجاه الكنيسه. اضافه الى ذا اكو تنوع سكاني بين. نعم. المسيحيين وخاصه هذه المنطقه. نعم. منطقه يعني منطقه الساعه اللي قريبه. نعم. نعم. يعني انا يعني ولدت في بيت يحيط به ثلاث كنائس. نعم. من ثلاث طوائف كنائس يعني. نعم. مسيحية. فعلاقات حميمة وعلاقات طيبة وما كان أكو أي إشكال في المعيشة في هذه طبعا المنطقة. من هذا المكان أنا أشكرك أستاذ بيات. نعم. وأحييك وأيضا أحيي جمهورنا أو مستمعينا ومشاهدينا الكرام. أنا من منطقة شهر سوق ومن عوجاتها أقلكم معالف سلامي وألتقيكم بحلقة جديدة وضيف جديد إن شاء الله. شكرا. شكرا أستاذ أخي. شكرا. نحكي القصة ونحكي العبرة وكثير أمثال التراث والحضارة أصلاً هون بموصلنا.